بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 56. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يشرح الكتاب في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. ذكر المؤلف في الحلقة السالفة ما ابتلي به أهل الكتاب من قسوة القلوب، ثم قال: وإن قوما من هذه الأمة ممن ينسبون إلى علم أو دين قد أخذوا من هذه الصفات بنصيب، يرى ذلك من له بصيرة، فنعوذ بالله من كل ما يكرهه الله ورسوله، ولهذا كان السلف يحذرونهم هذا. ثم ذكر تحذير أبي موسى رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله أورد الآيات الدالة في تصرفات بني إسرائيل مع كتبهم المنزلة وقسوة قلوبهم ونقضهم لعهد الله عز وجل، حذر، قال الشيخ رحمه الله: ومن هذه الأمة من أخذ بنصيب من هذه الصفات الذميمة وتشبه باليهود، فنقض عهد الله وأضاع الصلاة وعطل الزكاة، وأيضا قد ينال الرسل منه من ذمه ومن اعتدائه حتى على المرسلين والأنبياء، ما بالك بالعلماء والصالحين، فاستطال شرهم. ولذلك منهم من يعترض على آيات القرآن وعلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا من المتشبهين باليهود في هذا الأمر. وعلى المسلم أن يحترم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعظم شعائر الله ويعظم حرمات الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالمسلم يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين، لكن من غير غلو، ولا يفرط في حقهم أو يتساهل في حقهم أو يجحد نبوة أحد منهم أو يتنقص أحدا منهم ولو أقر بنبوته. لا يجوز لأحد أن يتنقص نبيا من الأنبياء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى، لا تفضلوني، لأن المفاضلة من باب الفخر هذا أمر، وتنقص المفضول هذا أمر لا يجوز. أما المفاضلة من باب التحدث بنعمة الله عز وجل من غير تنقص للمفضول فهذا لا بأس به. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، فالله فضل بعض الرسل على بعض. لكن أننا نتخذ هذا تنقصا للمفضول أو افتخارا بالفاضل فهذا أمر لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك من بعض الكتاب تنقص كليم الله موسى عليه السلام، وصفه بالغلظة والشدة، ووصفه بأوصاف ذميمة، فهذا من التجري على رسل الله عز وجل، على رسل الله عليهم الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا كان السلف يحذرونهم هذا. فروى البخاري في صحيحه عن أبي الأسود قال: بعث أبو موسى إلى قراء أهل البصرة، فدخل عليه 300 رجل قد قرأوا القرآن،
فقال: أنتم خيار أهل البصرة وقراؤهم، فاتلوه، ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو قلوبكم كما قست قلوب من كان قبلكم. وإنا كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها، غير أني حفظت منها: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. وكنا نقرأ سورة كنا نشبهها بإحدى المسبحات فأنسيتها، غير أني حفظت منها: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، فكتب شهادة في أعناقكم فتسألون عنها يوم القيامة. قال رحمه الله: فحذر أبو موسى القراء عن أن يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم. نعم، هذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، رضي الله عنه، من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن المهاجرين، وله فضائل عظيمة وله علاقة عظيمة بالقرآن، وكان حسن الصوت، رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع لقراءته، كان الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا يأمره عمر فيقرأ من القرآن وهم يستمعون. هذا أبو موسى رضي الله عنه، رضي الله عنه، وكان أميرا على البصرة في خلافة عمر، كان أميرا على البصرة في العراق، ومن مسؤولية الأمير أنه يتفقد أهل البلد ويتفقد العلماء والطلبة العلم والقضاة وهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا من صميم عمله. نعم. فجمع القراء، والمراد بالقراء في ذاك الوقت العلماء. نعم. ليس مجرد اللي يتلون القرآن ويحفظون من غير فقه، المراد بالقراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة، القراء هم العلماء، جمعهم وحذرهم أن يسلكوا مسلك اليهود مع القرآن، أن يسلكوا مسلك اليهود مع التوراة، أو النصارى مع الإنجيل، أن يسلك هؤلاء مسلك الطائفتين مع القرآن العظيم، فيحصل منهم إعراض أو يحصل منهم جدال في القرآن أو خوض في القرآن أو سوء أدب مع القرآن، لأن هذا يسبب قسوة القلوب كما حصل لبني إسرائيل مع كتبهم. فهو نصحهم ووعظهم، رضي الله. فالقراء وهم العلماء إما أن يكونوا أفضل الناس وإما أن يكونوا أسفل الناس، فإذا عملوا بعلمهم واتقوا الله عز وجل فإنهم أشرف الناس، وإذا لم يعملوا بعلمهم فالله شبههم بالحمير. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، بل شبههم بالكلب كما قال سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، إلى قوله تعالى: فمثله كمثل الكلب. فالعالم إما أن يكون من أرفع الناس منزلة وإما أن يكون من أسفل الناس منزلة. وجاء في الحديث أن من الذين يسحبون يوم القيامة إلى جهنم عالم لا يعمل بعلمه، قال الناظم: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. نعم. قال: فحذرهم، حذر أبو موسى القراء عن أن يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم. ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد إليه، يطول عليهم الأمد، كل ما تأخر الزمان يفشو الجهل ويفشو الإعراض والانشغال بالدنيا، فالإنسان يكون دائما مرتبطا بكتاب الله عز وجل، لأنه حياة لقلبه ونور لبصيرته وهداية لمسيرته في هذه الحياة، فيتخذ القرآن إماما دائما يتلوه ويعمل به ويتدبره حتى يرتبط به. طال عليهم الأمد، وهذا أيضا يؤخذ منه النهي عن هجر القرآن
بحيث لا يتلوه ولا يستمع له، فهذا من طول الأمد عن القرآن والابتعاد عنه. نعم. قال رحمه الله: ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد إليهم من الأمر والنهي وتحريف الكلم عن مواضعه بتبديل وتأويل كتاب الله، أخبر ابن مسعود بما يشبه ذلك. فروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن عميلة الفزاري حدث. نعم، الميثاق قد يكون الميثاق الذي يعقده مع الله ويعاهد الله عليه، والله أخذ الميثاق على بني آدم: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. والآية تدل على أن الله أخذ العهد: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، يعني أخذ منهم العهد على أنفسهم. وقد اختلف العلماء هل هذا بمعنى أن الله استخرجهم من صلب آدم وأخذ عليهم العهد كالذر؟ هذا جاء به حديث صحيح، وأن هذا هو معنى ما في هذه الآية فيكون مفسرا لها، أو أن المراد بأخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وإشهادهم على أنفسهم ما أقام الله من الآيات الكونية من سماوات وأرض وبحار وأشجار، فهذا بمثابة أخذ العهد عليهم أن يتدبروا هذه الأشياء ويستدلوا بها على عظمة الله سبحانه وتعالى. ويكون الحديث ليس تفسيرا للآية، وإنما الحديث مستقل عن الآية، ولعل هذا هو الراجح إن شاء الله. المهم أن الله سبحانه وتعالى ذكر أن الميثاق قد يكون عهدا بين العبد وبين ربه، مثل قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به. وقد يكون العهد الأوامر والنواهي، فالله عهد إلينا بأوامر أمرنا بها، وعهد إلينا بنواهي أن نتجنبها، فهذا عهد من الله إلينا أن نفعل الواجبات وأن نترك المحرمات، أو نطيع الأوامر ونجتنب النواهي. نعم. قال: روى الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن عميلة الفزاري حدثنا عبد الله. يعني يقول إن ابن مسعود أوصى أيضا بما أوصى به أبو موسى. نعم. رضي الله عنهما، لأن ابن مسعود كان قاضيا على البصرة، وكان الأشعري أبو موسى الأشعري أميرا عليها، هذا قاض وهذا أمير. نعم. قال: حدثنا حديثا ما سمعت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم اشتهته قلوبهم واستحلته أنفسهم، وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل، فإن تابعوكم فاتركوهم، وإن خالفوكم فاقتلوهم. ثم قالوا: لا، بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم فاعرضوا عليه هذا الكتاب، فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده، وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد. فأرسلوا إليه فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله، ثم جعلها في قرن، ثم علقها في عنقه، ثم لبس عليها الثياب، ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب، فقالوا: أتؤمن بهذا؟ فأومأ إلى صدره فقال: آمنت بهذا، وما لي لا أؤمن بهذا، يعني الكتاب الذي في القرن. فخلوا سبيله، وكان له أصحاب يغشونه، فلما مات نبشوه فوجدوا القرن فوجدوا فيه الكتاب، فقالوا: ألا ترون قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا؟ إنما عنا هذا الكتاب. فاختلف بنو إسرائيل على 70 ملة،
وخير مللهم أصحاب ذي القرن. قال عبد الله: وإن من بقي منكم سيرى منكرا، وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. نعم، هذه القصة التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه عن بني إسرائيل وتصرفهم مع كتابهم، وأنهم لما ثقلت عليهم الأوامر والنواهي التي في التوراة فكروا في أن يخترعوا كتابا حسب شهواتهم ورغباتهم يكون بديلا عن التوراة، ويقولون إن هذا هو رأي العلماء، يقولون هذا رأي العلماء، فأرجعوا الأمر إلى ذمة علمائهم. فعلوا هذه الفعلة القبيحة فألفوا هذا الكتاب أو لفقوه، ثم إنهم طلبوا العلماء أو أرادوا أن يطلبوا العلماء ليلصقوه بهم أمام الناس وليقولوا هؤلاء هذا رأي العلماء، والعامة تبع للعلماء. ثم إنهم عدلوا كأنهم تصاعبوا الأمر وخشوا من العلماء، فركزوا على شخص معين وقالوا ادعوا فلان، هو فلان سيتبعونه إذا أجابكم. فاختصروا الطريق ودعوا هذا العالم، العالم أدرك خطتهم واحتاط لها فكتب التوراة وجعلها في قرن في داخل ثيابه، يعني استصحبها معه لحيلة يتخلصوا بها. فلما قالوا له، يعني لأنهم هددوه، إذا لم يقل أنا أوافق قتلوه، وإذا قتلوه فالبقية من بني إسرائيل سيحذرون ويجيبونهم إلى ما طلبوا خوفا من القتل، لأنه إذا قتل فلان لما عارض فإنهم سيبادرون بالاستجابة خوفا من القتل. فهذا العالم وفقه الله لهذه الحيلة العظيمة، فجعل التوراة في قرن في داخل ثيابه. وعرضوا عليه كتابهم الباطل، قالوا أتؤمن بهذا؟ أشار إلى صدره الذي فيه القرن وقال أؤمن بهذا، وما لي لا أؤمن بهذا. وهذا من التأويل، هذا من التأويل النافع في هذا الموقف، فهم يريدون شيئا وهو يريد شيئا غيره، فخلوا سبيله وفرحوا يظنون أنه وافقهم على هذا الكتاب. استصعب بنو إسرائيل هذا العمل من هذا العالم، فلما مات نبشوه فوجدوا القرن معه، فعرفوا أنه خدع بني إسرائيل ولم يجبهم، وعرفوا كذبهم. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بإبراء هذا العالم حيا وميتا. الشاهد من هذا أن فيه حيل بني إسرائيل، وأنهم حرفوا كتابهم كما قال الله جل وعلا: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. أي نعم، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فالتحريف حرفة اليهود والنصارى، فلا يجوز لهذه الأمة أن تحرف القرآن، ولكن القرآن ولله الحمد محفوظ، الحمد لله. الكتابان السابقان التوراة والإنجيل استحفظوا عليها فضيعوها، ولكن القرآن الله تكفل بحفظه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الله له أنه يقيض من يقوم بالدفاع عنه وحمايته، هذا من حفظ الله له، أن يقيض له حمله ويقيض له مدافعين عنه إلى أن تقوم الساعة. فهذه القصة فيها عبرة، أنه لا يجوز الاحتيال على كتاب الله وسنة رسول الله بالتأويلات أو بالتحريفات كما يفعله أهل الضلال الآن وأهل الزيغ والتحريف، يريدون التخلص من الكتاب والسنة والتملص منهما بتأويلات باطلة
وآراء فاسدة وخلافات ضالة واحتجاج بقال فلان وقال فلان. نحن لم نتعبد بأقوال العلماء، إنما تعبدنا بالكتاب والسنة، وما وافقها من أقوال العلماء قبلنا، وما خالفها رددنا. وهم يقولون هذا، الأئمة يقولون هذا. يقول الإمام الشافعي: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. الإمام أحمد يقول رحمه الله: عجبت من قوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. ومن هو سفيان؟ سفيان الثوري الإمام الجليل الفقيه البارع، يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلا يجوز الأخذ بقول العالم مهما بلغ من الفضل والعلم والتقى إلا إذا وافق الدليل، وما خالف الدليل فإنه يرد. لكن هؤلاء أصحاب هوى، يقولون المسألة فيها خلاف، مدام فيها خلاف حنا في سعة، ولا يدرون أن الخلاف أنه يحكم بالكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فليس الشأن أن المسألة يوجد فيها خلاف، نعم يوجد فيها خلاف، لكن من الدليل معه من المختلفين؟ يجب علينا أن نأخذ بقول من معه الدليل، وأن نترك قول من خالف الدليل. وهذا في جميع المسائل الخلافية، والخلاف ليس مبرراً، ليس مبرراً لمخالفة الدليل وقبول الباطل، ليس مبرراً هذا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيراً. قال رحمه الله: ولما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم، وذكر أيضاً في آخر السورة حال الذين ابتدعوا الرهبانية فما رعوها حق رعايتها، فعقبها بقوله: اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال: فإن الإيمان بالرسول تصديقه وطاعته واتباع شريعته، وفي ذلك مخالفة للرهبانية، لأنه لم يبعث بها بل نهى عنها، وأخبر أن من اتبعه كان له أجران. وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة من طريق ابن عمر وغيره في مثلنا ومثل أهل الكتاب. في مثلنا، في مثلنا ومثل أهل الكتاب. نعم. آخر السورة الحديد التي ذكر الشيخ آية منها فيما سبق: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ختمها الله جل وعلا بقوله: وجعل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله ولقد ولا في لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. نعم. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا على آثارهم برسلنا، قفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها. انظر، رأفة ورحمة لم يعقب عليها بشيء، لأن الرأفة والرحمة مطلوبتان. نعم. وهذا ظاهر على النصارى أن فيهم رأفة ورحمة، يعني هم أخف من اليهود. نعم. في قلوبهم وألين من اليهود في قلوبهم، هذا شيء ظاهر. نعم. رأفة، ولذلك المسلمون منهم أكثر من اليهود. نعم. من مسلمي اليهود. رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، وصف الرهبانية بأنهم ابتدعوها لأي شيء؟ ابتغاء رضوان الله، هذا قصدهم. والرهبانية هي التشدد في العبادة، تشدد في العبادة أكثر من المطلوب، هذه الرهبانية. اعتزال الدنيا ولزوم الصوامع هذا من الرهبانية.
هم ما فعلوها قصدا للمخالفة، فعلوها قصدا لابتغاء رضوان الله، لكن إذا كان ذلك يخالف الكتاب والسنة حتى ولو صلحت نية فعل المبتدع فإنها لا تقبل. ابتدعوها، قالوا ابتدعوها، وهذا كاف في ذمها. ولو صلحت نية صاحب البدعة قال هذا قصده حسن، وهذا لا، ما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد دون نظر إلى نية صاحبه إلا ابتغاء رضوان الله. ومع هذا كونهم ابتدعوها ما رعوها حق رعايتها، عجزوا عنها، لأن المتشدد ينقطع. أما المعتدل فهذا يستمر، هذا شيء معروف، وهذا جاء في الأحاديث أن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. أما المعتدل فإنه يثبت ويسير على براحة وطمانينة، فما رعوها حق رعايتها، إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. هذا خطاب لأهل الكتاب، للمؤمنين من أهل الكتاب، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لأنه لما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وجب على جميع العالمين من أهل الكتاب وغيرهم ومن جن وإنس أن يتبعوه، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فآمرهم الله أن يبقوا على إيمانهم بالرسل ويتوجوه بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى يصح إيمانهم ويستمر. أما من كان مؤمنا بالأنبياء وأدرك محمدا صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فإنه يكون كافرا ويبطل إيمانه. آمنوا برسوله يؤتكم كفلين، أي أجرين، أجر على الإيمان السابق وأجر على الإيمان اللاحق. يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم، ويغفر لكم الله غفور رحيم. مزايا عظيمة على من اتبع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكتابين اليهود والنصارى. ثم قال لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، أي الله جل وعلا أعطى هذه الأمة هذا الفضل بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم ليعلم أهل الكتاب أن الفضل بيد الله فيه من يشاء، لأنهم حسدوا هذه الأمة على ما آتاها الله عز وجل، فهم لم يقدروا أن يمنعوا بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا يحسدون العرب ويحسدون لم يقدروا على ذلك، أن لا يقدرون على شيء، لا يقدرون. لماذا لم يقل أن لا يقدروا تكون أن مصدرية؟ لا، ما هي مصدرية، أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان، أنهم أي الحال والشان لا يقدرون على شيء من فضل الله. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، يشرحه صاحب الفضيلة الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خيرا. شكر الله حسن استماعكم ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.